هذا أخونا يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما معنى هذا الدعاء؟ أيها الموفق، إن الله عز وجل قد جعل أسبابا لإجابة الدعاء، بل إن بعض أسباب إجابة الدعاء لو فعلها الكافر لأجيب دعاؤه. الكافر لو أتى بهذا السبب لاستجيب دعاؤه. ما هو هذا السبب؟ يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كل من كان مضطرا تعلق قلبه بالله، لأن المضطر لا خيار أمامه إلا واحد، كل من انقطعت علائقه وظنه بغير الله ولم يصبح قلبه متعلقا إلا بالله، فأصبح دعاؤه كدعاء المضطر، فإنه يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، شوف ولو كان كافرا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان لا ينجي المرء إلا أن يدعو بدعاء الغريق. من سقط في لجة البحر يوما ثم أنجاه الله عز وجل يعلم أن الذي في لجة البحر إذا التفت اليمين والشمال لا يرى إلا ماء، وإذا غاص في البحر رأى ظلمة، فكيف إذا اجتمعت عليه الظلمات الثلاث؟ الغريق هذا يعلم ألا ملجأ له ولا منجأ إلا الله. هذا الغريق من دعا كدعائه استجيب دعاؤه. ولكن الناس درجات في قوة الاضطرار، درجات في قوة الاضطرار، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كلما كان اضطرارك أعلى ويقينك به سبحانه وتعالى أتم، كلما كان أتم في الإجابة، وكلما كان أقل فإنه يكون دون ذلك. وأقل أقل ما يكون معناه إيقانا بالإجابة أن تتفكر في الدعاء وأن تعظم المدعو وهو الجبار جل وعلا. هذا هو من أعظم الإيقان بالدعاء. وهنا نكتة، بعض الناس قد يدعو بدعاء بدعي لم يرد، بل قد يكون فيه لفظ منهي عنه كاستغاثة واستعانة فيستجاب دعاؤه، بل قد يدعو في مكان منهي عنه شرعا فيستجاب دعاؤه، فنقول هذا لا لأجل صيغة دعائك، ولم يستجب دعاؤك للموضع البدعي الذي أتيت إليه، وإنما استجيب دعاؤك لما وقر في قلبك من الاضطرار، حتى إن الكافر يستجاب دعاؤه وهو مضطر. بعض الناس يقول إيت المزار الفلاني وادعو فيه فإن الدعاء فيه مجرب، نقول لا، الدعاء مجرب للاضطرار قبل لا للمكان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه إنما يدعى الله عز وجل. والإمام مالك، انظر لفقه إمام دار الهجرة، الإمام مالك الذي نزل فيه كما قيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يضربون أكباد الإبد فلا يجدون إلا عالم المدينة، مر الإمام مالك هنا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أقواما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدعوا مستقبلين القبر مستدبرين القبلة، فغضب الإمام مالك وقال بدعة، إذا دعوت فاستقبل القبلة ادعو الله عز وجل. قال أنا أدعو الله؟ قال نعم، لكن من أسباب إجابة الدعاء أن تستقبل القبلة. إذن الدعاء لله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، إذا أردت أن يستجاب دعاؤك فادعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة، أنت في بيت الله عز وجل وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة بألف صلاة، فادعو الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالإيقان بالدعاء.